فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إنسان مسافر صلى في المطار وأدرك ركعة ولا يعلم عن الإمام، فماذا يصنع؟ الإمام ما عليه علامة السفر، يعني مثلا معه شنطة؟ لا يدري، لا ما عنده علامة، ولا في علامة أنه من أهل المطار، من موظف المطار؟ لا، الأحسن أن يتم. وإن قصر؟ إن قصر فأرجو أن لا بأس به، إذا كان الذي في هذه الصالة أكثرهم ركاب، لكن الاحتياط أن يتم، إلا إذا وجد علامة كما قلت لك، إن شاء الله شبهها فنعمل بالعلامة.